السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا تمام. والله الموضوع يعني القعده دي وحشتني جدا، بقالي كتير ما نزلتش فيديوز لسبب او لاخر، يعني الدنيا ملخبطه معايا شويه، بس عشان كده قلت اجي اقول اي كلام. وعلى فكره في ناس كتير بتقول اي كلام على اليوتيوب وانت بتتفرج عليهم، بس غالبا الناس دي بتبقى انترتيننج، يعني مسليه بتضحك. فتخيل انا بقول لك بقى ان انت تيجي تتفرج عليا انا وانا بقول لك اي كلام، مش هعرف ابقى انترتيننج زيهم. عشان كده بقى خليه مش اي كلام قوي يعني. فخلينا نتكلم في اول حاجه من اي كلام، واقول لك ان انا من ضمن الاسباب اللي انا ما كنتش بنزل علشانها الفيديوز ان انا كنت محتار اتكلم عن ايه بالظبط. انا اساسا بدات الشانل دي علشان اتكلم عن البرزنتيشن سكيلز، عشان انا بحبها جدا ومؤمن جدا ان هي بتفرق في حياه البني ادمين يعني. وطبعا لسه ما خلصتش كلام عن البرزنتيشن سكيلز اللي هي انت ازاي تتكلم قدام ناس كتير، وازاي ما تخافش تتكلم قدامهم، وازاي تبقى واثق في نفسك، وكل الكلام ده. خصوصا ان في فيديوز كتير من البرزنتيشن سكيلز انا عملتها في الاول خالص والاداء فيها ما كانش احسن حاجه يعني. فهتكلم عن الحاجات دي كمان تاني وبصوره اعمق، بس في نفس الوقت انا قلت لنفسي طب انا بعمل حاجات تانيه، فيجبنا الكلام على الحاجات التانيه اللي انا بعملها. انا اقدر اعمل فيديوز عن ايه؟ علشان كده انا قلت اخد رايك انت محتاج تشوف ايه، او انت حابب تشوف ايه من الحاجات اللي انا اقولها لك دي. بص يا سيدي، انا هقول لك انا بعرف اعمل ايه، او اقدر افيدك ازاي، او اقدر اعمل فيديوز عن ايه، وانت قول لي رايك في الكومنتس، ضروري جدا عشان ده هيحدد بجد انا هعمل فيديوز عن ايه الفتره الجايه. انا بشتغل حاجتين فريلانسنج لحد دلوقتي، وببدا في الثالثه ان شاء الله ربنا يكرم يعني. اول حاجه فيهم فويس اوفر. يعني ايه فويس اوفر؟ يعني تعليق صوتي. يعني ايه تعليق صوتي؟ يعني انت لما بتشوف اعلان في التلفزيون او على السوشيال ميديا او اي حاجه، ساعات بتلاقي حد بيتكلم كده معاه علشان يقول لك ايه الاعلان ده عن ايه، او يعلن عن برودكت معين. انا بقى من الناس اللي بتتكلم الكلام ده. لسه مش فاهم يعني ايه فويس اوفر؟ هيطلع قدامك دلوقتي فيديو، ده السامبل او العينه بتاعتي لما ببعتها للعملاء بتاعه التعليق الصوتي باللغه العاميه المصريه. اكيد العيد معانا مش هيعدي كده، لكن بعد الظروف اللي عدينا بيها كان لازم يبقى الايفنت على قد الحدث. اخدت وقت قد ايه عشان تلاقي مصمم جرافيك؟ ولما لقيته فاكر تعبت ازاي عشان تعمله تصميم مناسب؟ STP بتقدم Make an Event، وهي أول Student Activity تقدم Machine Learning Competition في مصر. تعرف إيه هو Machine Learning؟ مع Vixels انسى الليفات، وفر وقتك ومجهودك وكمان فلوسك. دلوقتي تقدر تعمل تصميم جرافيك بنفسك وبسهولة ومن غير خبرة في التصميم. أعتقد عرفت يعني إيه Voice Over خلاص. طبعا Voice Over كلمة عامة شوية وأكبر من كده بكتير، هي مش بس إعلانات زي ما سمعنا، أو مش بس بالأسلوب ده، فيها أساليب تانية كتير، بس دي أكتر حاجة أنا بعملها يعني. برضو ده شغل وبيتاخد عليه فلوس يعني، الحاجات دي مش بتبقى ببلاش، ده شغل فريلانسنج. بشتغل إيه تاني فريلانسنج؟ بشتغل موشن جرافيك ديزاينر. يعني في الأول شوية ما بقاليش كتير قوي، بس شغال برضو أوريدي وبعمل فيديوز وباخد عليها فلوس. لو مش عارف يعني إيه موشن جرافيك ديزاينر، يعني بعمل فيديوز زي دي. أطلب. وكمان طلبات، مش كفايه اطلب بقى، طب اخرج ازاي انا؟ جو اب النهارده بقى موجود، ادخل عليه اختار مودك، خارج فين، مع مين، معاك فلوس قد ايه، وهو هيقول لك احسن مكان ممكن تخرج فيه. عايز تسوق شغلك بس ما عندكش حاجه تنشرها؟ طب تعرف ان الناس بقت تزهق بسرعه؟ يعني ما حدش عنده طول بال يقرا البوست الطويل اللي انت هتنشره. طيب ايه الحل؟ يبقى الحل ابلكيشن بلدور، لانه هيساعدك انك تحجز دورك في الخدمه اللي انت محتاجها وانت في مكانك، وهتقدر تتابع دورك وتعرف باقي على دورك كام شخص وقادرين متخصصه. ده كده الموشن جرافيك، وغالبا بيستخدم في الاعلانات عن البرودكتس، او عن الشركات اللي لسه بتبدا، او عن الشركات اللي لسه ما بتبداش وبقالها كتير، او اي حاجه من الحاجات دي اعلانات، او اي حد عنده فكره معينه عايز يقدمها بشكل جذاب او شكل حلو ما يزهقش العملاء بتوعه، او ما يزهقش الناس اللي هو عايز يوصل لهم الفكره دي، بيعملها بطريقه الموشن جرافيك، علشان بتبقى فيها الوان متناسقه مع بعضها، والوان بتناسب اصلا البيزنس بتاعه او الشركه بتاعته، فساعتها بيلجأ للموشن جرافيك. انا بقى بعمل موشن جرافيك ده. تالت حاجه ان شاء الله هبدا اعملها ان انا بحاول اتعلم تصوير واحده واحده كده، هاخد كورسات ومش عارف ايه، بس ده طبعا مش هعرف اتكلم فيه او مش هعرف اعمل فيه فيديوز عشان انا لسه مش بروفيشنال فيه، او مش بطلع فيه برودكت كويس اقدر اقول انا فوتوجرافر. لا لا، فانت قول لي ايه رايك، علشان قبل كده برده كان في كذا حد سالني طب انا ابدا فويس اوفر ازاي، ابقى معلق صوتي ازاي، ابدا منين. لو السؤال ده يهمك ياريت تقولي في الكومنتس علشان اعمل فيديوز عنه بعد كده. برضو نفس الكلام على الموشن جرافيك، لو انت حابب تبدا او مش عارف تبدا منين، برضو ياريت تقولي في الكومنتس علشان اعمل فيديوز عنه بعد كده، او ممكن كمان اعمل توتوريالز، يعني ممكن اعمل فيديوز تعلم الموشن جرافيك، او تعلم على الاقل الحاجات اللي انا عارفها كويس. فهل انت مهتم؟ يعني انا قلت اسال اولى ناس بالسؤال ده، ان الناس اللي بتتفرج عليا والناس اللي اصلا يعني انا هنزل فيديو مكتوب على الثامب نيل بتاعه اي كلام، وغالبا العنوان برضه هنزله اي كلام، فاي حد هيخش يسمع اي كلام مني يا ريت يقول لي رايه، وهو ده اول حد فعلا يقول لي رايه بالموضوع يعني، علشان ما نقولش بعد كده اي كلام ويبقى الموضوع مفيد وما اضيعش وقتك. ولا نتكلم عن البرزنتيشن سكيلز اكتر ونركز عليها اكتر. يا ريت تقول لي ايه اكتر حاجه مهمه بالنسبه لك في الثلاثه دول، واخر حاجه بقى يا ريت تقولها لي، يا ريت تقول لي انت ايه رايك في المنظر اللي ورايا ده، او
الاتموسفير ده عموما عشان هو جديد. وبجد لو مش ملاحظ ان هو جديد انا هزعل قوي عشان غيرت حاجات كتير في الوان وفي حاجات من ورا ورايا وبتاع. يعني يا ريت يعني تقول لي ان هو لاحظته وبتاع احس بس ان انا عملت حاجه. انت قدامك ثلاث حاجات انا اقدر اتكلم فيهم او اقدر اقول فيهم كلام مفيد يعني او اعمل فيهم فيديوز مفيده: موشن جرافيك، فويس اوفر، بريزنتيشن سكيلز. والحاجات الراندوم شويه اللي ليها علاقه شويه بالسايكولوجي اللي هو ازاي تقنع اللي قدامك وازاي تكلم اللي قدامك وازاي تفهم اللي قدامك والبادي لانجوج والحاجات دي كلها. في حاجات انا مقتنع الى حد ما ان هي ريليتد او متعلقه شويه بالبريزنتيشن سكيلز او بالسكيلز المهمله اللي غالبا الناس كتير مش بتشوفها او مش بتهتم بيها. كل الناس بتهتم ان هي تذاكر، تاخد كورسات، تعمل حاجات كتير قوي ليها علاقه بالعلم او بشغله. مش ناس كتير مدركه ده او مش ناس كتير اصلا بتهتم ان هي تاخد كورسات او تتعلم حاجه متعلقه بشخصها هي، ان هي تعلم قدراتها في الكلام، ان هي تعلم قدراتها في الحركه، في البادي لانجوج بتاعتها، في التعامل مع الناس اللي حواليها، في تقديم نفسها. كل دي حاجات صغيره كده بين الكلام احنا مش بناخد بالنا منها او في ناس كتير مش بتاخد بالنا منها. انا بهتم بالسكك دي. فقول لي بقى انت تحب انهي سكه فيهم ولا تحب تسمعهم كلهم. لو انت لسه بتتفرج على الفيديو لحد دلوقتي شكرا جدا، ربنا يخليك والله. وما تنساش تعمل سبسكرايب لو لسه ما عملتش، ولايك للفيديو لو عجبك. وبس، سلام عليكم.